أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: وهذا استثناء منقطع، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. المستثنى المنقطع هو الذي لا يدخل المستثنى في المستثنى منه، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المنقطع. أما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء متصل. نعم. يقول أحسن الله إليكم والسؤال: أفلا يكون هذا الاستثناء متصل لأن اللمم من جنس؟ لا ما هو متصل، اللمم ما هو من جنس الكبائر والفواحش. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذنوب التي قل من يسلو منها، يعني لو قلنا متصل يصير هنا فواحش، يصير هنا فواحش لا بأس بها أو أنها تغفر، وكبائر إثم ما فيها بأس أو تغفر، لا هذا معنى فاسد. نعم، فالعلماء أعلم منك في هذا. نعم.